ترأس غبطة البطريرك الكاردينال لويس رافائيل ساكو قداس عيد الصليب في الدير الكهنوتي في عنكاوا، وقال غبطته في عدة القداس الذي حضره عدد من الراهبات وجمع من المؤمنين: الصليب يأخذ معناه من يسوع، ومن دونه هو خشبة عادية، والله يحقق خلاصه من خلال البشر، كما أن يسوع يعلن في بشارته قرب مجيء ملكوت الله، وأضاف: نفهم من الإنجيل أن الله يعمل من خلال الأشخاص الذين يضعون أنفسهم في خدمته ويضحون بأنفسهم لتحقيق مشيئته. وختم البطريرك ساكو عظته بالقول: الإيمان يخلص ويتوج درب الصليب بالقيامة والمجد، وهذا الإيمان ينبغي أن يترسخ في قلوبنا وأرواحنا.